دكتور سيد الحسيني، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. أهلاً بك يا فندم، ويعني الحقيقه احنا دلوقتي برضو بنحتفل في نفس هذا الشهر ب 147 سنه على انشاء الجمعيه الجغرافيه. اولا تحياتي وشكرا جزيلا على هذه الاستضافه الكريمه والجمهور الكريم، وانا لدي اقدر هذه الاستضافه وبشكرك شكرا جزيلا دكتور. انا عايزه الحقيقه اسال حضرتك في الاول يعني سؤال قد يطرا على ذهن الكثير من المشاهدين، ما الجمعيه الجغرافيه؟ الجمعية الجغرافية المصرية أنشأها الخديوي إسماعيل سنة 1875 في مايو، يعني هي الوقت 147 سنة بالتمام والكمال. تمام. كان له أهداف ليها. أولا هو وجد أن الاستعمار الأوروبي يكتسح إفريقيا، فخشية عن منابع النيل في مصر يوصلوا لها. نمرة اثنين، عمل الجمعية الجغرافية عشان تكتشف المنابع النيل شرق إفريقيا وتقدم تقاريرها وتعمل الخريطة الخاصة بها وتعمل دراسات بها، دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة عشان تجارة الرقيق، حد يلغي تجارة الرقيق، فدي الثلاث أهداف الأساسية بتاعته. الجمعية الجغرافية هدفها أولاً إن هي بتهتم بالدراسات الجغرافية، الكشوف الجغرافية أصلاً في نهر في وادي النيل، حوض النيل، ثم الدراسات الجغرافية جميعاً، وتعتبر بيت خبرة للحكومة للخديوي إسماعيل في اتخاذ القرار. ومن هنا خرجت البعثات الاستكشافية كلها من القاهرة ومن الجمعية الجغرافية المصرية لحد إفريقيا، كانوا ينتشروا في المنطقة كلها ورجعوا يعملوا بحوثهم ويلقوا محاضراتهم وتسجل في مجلة الجمعية الجغرافية في القاهرة، ثم يعودوا مرة أخرى إلى ديارهم في لندن أو باريس أو ألمانيا أو غيره. وبالتالي هي كان لها هدف وما زال حتى الآن، هي تعتبر بيت خبرة موجودة في كده. يعني هي هكذا بدأت، هي هكذا من 147 سنة على يد الخديوي إسماعيل. الآن الجمعية الجغرافية يعني ماذا تمثل؟ الجمعية الجغرافية جمعية علمية بتهدف للدراسة الجغرافية لمصر والوطن العربي وإفريقيا والمنطقة العربية، كل همها أن هي تقدم الدراسات البحوث الجغرافية المختلفة، ولها مختلف الأنشطة، لها موسم ثقافي 10-12 محاضرة في مجلة عربية بتصدر في جزئين، واحد في يناير واحد في يوليو، لها مجلة إنجليزية دائما تداولها مع كل دول العالم، لها المكتبة العريقة بتاعتها الموجودة فيها، في إصدارات خاصة بتصدر فيها، تعتبر بيت خبرة وتعتبر يعني منارة للجغرافيا في دول شارك فيها كل الجغرافيين. لها حوالي 2000 عضو، منهم 750 عضو عامل، دول يمثلوا ايه؟ كلهم حملة الدكتوراه والماجستير.